السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إلا كان ممكن أعطيني الاسم الكريم وارفع شوية الصوت ديالي. أنا سيدي يوسف القرط من أدني في النواحي التنغير. يوسف القرط. القرط. واه من نواحي التنغير النيف. النيف نواحي التنغير. الجنوب الشرقي. أسيدي تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. سي يوسف من خلال الدردشة اللي كنا هضرنا قبل ما نصوروا أن عندك شي مشكل شي ملاحظة بغيت تلاحظها رغم أنك أنت شاب. اللي حوستي الحمد لله مشيتي لاوروبا وخدمتي وانت صنعتك الزليج. اوروبا مشينا لفرنسا مشينا لطاليان مشينا لاسبانيا وخدمنا في المغرب الحمد لله واخيرا مشيت للجزائر. دخلت الجزائر؟ دخلت مشيت بالطياره ولا مشيت حارق؟ مشيت حارق الجزائر مؤخرا هي اللي الدوله الاخرى اللي مشيت لها. اييه شحال هادي ملي كنت في الجزائر اخر مره؟ في شهر جوج في 2017. شهر جوج 2017 كنت في الجزائر. أيه. وقول لي يعني واش الخدمه في الجزائر موجوده والثمن مزيان ولا؟ الخدمه موجوده الحمد لله الخدمه موجوده والثمن كاين احسن من المغرب. الثمن كاين. الثمن كاين رغم الصرف ديالهم طايح؟ رغم الصرف طايح كاين الثمن. يعني الصرف مليون جزائريه شحال كنتوا تصرفوها مغربيه؟ نصرفوها شي 700 درهم. 700 درهم. 700 درهم. وكيشيط لكم الخير وبركه. الحمد لله. هنا بشحال كتخدموا في المغرب جورني؟ بحال انت صناعي ديال الجليج صناعي ممتاز ديال الجليج بحال اللي كنشوفو هنا انت اللي خدمتي هاد لابيسين وخدمتي هاد الشيء تبارك الله عليك. 170 درهم هكا حتى 200 درهم. ثم هنا في المغرب ما بين 170 حتى 200 درهم. وفي الجزائر شحال كتخدموا؟ في الجزائر اصلا صناعي يعني شحال تربحوا في النهار؟ ان بي بي تقدر تجيب حتى 1000 درهم حتى 1500 درهم. 1000 درهم 1500 درهم تبارك الله عليكم هذاك الشيء كتمشي للجزائر. أيه. اذا دابا غادي ندخل للموضوع ديالنا ايها النظر الكرام هي ان السي يوسف عنده واحد الملاحظه انه تشد في الجزائر غادي يحكي لنا القصه ديالو ما نطولش عليكم تشد في الجزائر ومن بعد ما تشد في الجزائر عانى الكثير غادي يحكي لنا. السي يوسف تشديتي في الجزائر؟ اييه في وسط الشونتي هذا الشيء اللي قلت لك. اه تشديت في الشونتي ودونا امام مدينه في الجزائر العاصمه. الجزائر العاصمه. من بعد الجزائر العاصمه داوكم فين داوكم؟ دانا سميتو البليده. البليده. شحال جلستي في الجزائر العاصمه؟ جلستي عند دارك ديالهم ولا عند البوليس ديالهم؟ جلست عند الدارك جلست عند البوليس في مصلحه اجانب جلست فيها ست سيمانه. سيمانه. كيفاش كانت المعامله ديال الاخوه الجزائريين معكم انتم مغاربه في السيلون في المعامله كيفاش كانت؟ صراحه في احنا بغينا كل صراحه لان احنا مغاربه والشعار ديالنا الله الوطن الملك عاش الملك وبغينا نعرفوا يعني المعاناة ديالك لان الناس النظاره ملي غادي يسمعوا هذا الشيء غادي يتفاجئوا لان الشيء اللي غادي يقول لكم غادي يتفاجئوا بزاف غادي يتفاجئوا ما تقلقوش. أيه كاين شي مفاجاه هنايا وخصنا نوصلوها بكل صدق وامانه. منين تشدينا في الجزائر؟ علي شويه الميكرو اللي بغا نوصل حنا انا دابا كنهضروا على المعامله الجزائريين. اييه كنقولوا بانهم ما كيتعاملوش مزيان ولا شي حاجه. الصراحه الله الجزائريين تعاملوا معنا مزيان. تعاملوا معكم مزيان؟ تعاملوا معنا مزيان. من اي ناحيه؟ بأي ناحية؟ يعني باش تعاملوا معكم مزيان واش المعاملة الهضرة ولا الماكلة ولا في كل شيء الصراحة في كل شيء. احكي لي كيقبضوك في السيلون الجزائر الصباح واش كانوا يوكلوكم مزيان؟ الصراحة كل نهار يعطينا فطور أول حاجة كديرها تمشي للطبيب. كي تدخل تما تمشي للطبيب؟ لا في كل صباح. كل صباح تمشي للطبيب؟ أييه. والماكلة راه عندك فطور ديالك والغدا ديالك والعشاء ديالك. هادشي في الكوميساريات هادشي في السيلونات. في السيلونات الفطور الصباح شنو قهوه حليب كاطو هو هذاك الشيء كامل الفرماج الخبز القهوه الحمد لله كل شيء موجود الحمد لله. الحمد لله كل شيء موجود. اييه واش هذاك الفطور اللي كانوا يفطروكم واش على حساب المغرب ولا على حسابهم؟ الله اعلم لا عرفت هذاك الشيء ما عرفناش. اذا جلستي في الجزائر العاصمه من بعد مشيتي للبليده حتى هما كذلك نفس المعامله. بليزان المهم حنا غاديين لوهران حتى وصلنا المهم شي 17 يوم ديال الطريق. 17 يوم وانتم كديبلاصاو من المنطقه لمنطقه من جهه لجهه حتى وصلتي للمغنية. اييه حتى وصلت المغنية. المغنية دخلوكم للمغرب. دخلنا للمغرب. يعني قطعتوا الحدود. اييه سلموكم للشرطه ديال المغرب. ديال المغرب. احكي لي منين دخلتي للمغرب اي مدينه؟ مدينه وجده. في وجده واه. منين دخلتي للمغرب كيفاش كانت الظروف وش؟ الظروف الصراحه حنا كانت المغرب ديالنا وكنقول له المغرب ديالنا مغرب حقوق الانسان. اييه مغرب الحق والقانون. كنقولوا بانهم زعما يعني خوتنا الجزائريين ما يتعاملوش مزيان وداك الشيء ولكن منين وصلنا للاسف لقنا العكس. اييه منين وصلنا للمغرب
للاسف لقينا العكس. احكي لي دابا راك حكيت لي في الجزائر قلت لي وكلوكم شربوكم داووكم انتم مغاربه وكل شيء اللي كانت تما كيعاملوا المعامله ديالهم. اذا في المغرب كي دخلتي لمدينه وجده انت عمرك ما جيتي لوجده يمكن اول مره. ما جيت لوجده. ما عندك لا حساب لا مع البوليس لا مع هادي لا مع اول مره كيجي لوجده. اول مره. شحال جلستي في السيلون في وجده؟ دخلت النهار كل يومين ونص. يومين ونص. يعني كيفاش كانت المعامله ديال البوليس للمغرب ديال مدينه وجده على حاله خاصه لان ماشي هذا الشيء ما كيطبخش على المغرب كامل. اييه. انت كنهضروا على مدينه وجده حاله خاصه. داك الشيء اللي وقع. في وجده. اييه. اشنو وقع لكم في وجده؟ في وجده المعامله الصراحه للاسف معامله اش غنقول لك؟ هذا الشيء. كيفاش معامله؟ واش معامله للهضره ولا؟ لا الهضره ولا في سميتو. لا الهضره ولا المعامله ديال الداخل لا مكان لا ماكله لا حتى حاجه المعامله مزيانه. كيفاش ماكله الصباح واش نعطوكم في وجده؟ حتى حاجه. والو؟ والو. وفي الغداء؟ والو. وفي العشاء؟ والو. بقيتوا بالجوع 24 ساعة؟ أنا 24 ساعة كليت فيها خبزة عطاها لي السيد كاين تما. 24 ساعة ولا في 48 ساعة؟ لأن قلت لي جلست يومين ونص. 48 ساعة حقاش النهار الأول يعني في نص النهار. وقينا تمايا فهمت يعني نص النهار ديال الطريق اي 48 ساعة اي حتى ذاك النهار ما كلينا والو من ذاك الفطور اللي كلينا في لمسة ما كليتو والو ما كلينا والو ما عطاوكم لا والماء موجود الماء كاين ديال الروبيني تاع المرحاض تاع المرحاض روبيني واحد في المرحاض تشربوا منه وتغسلوا منه وكل شيء اذا الماكلة ما عطاوكمش في وجدة هذا الشيء راه ما كاينش لا خبز لا لا والو ما كاين حتى حاجة بقيتو بالجوع بقينا بالجوع واش نتوما كنتو بزاف حنا على اقل على اقل على اقل كاينه شي احنا واش اللي جايبين في الجزائر اللي كنتو في الجزائر شحال جابوا جابهم واحد جابوا على اقل راه شي تقريبا شي 40 40 واحد هذاك الليله تمنى شي 40 واحد واللي كانوا في الوجده كذلك واحد العدد كذلك مهم سلمت عمرين معامله سيئه اش غنقول لك ماشي ماشي معقول يعني جابتك الغيره انت هذا الكلام اللي كتقولوا جابتك الغيره كما قلت لي على البلاد ديالنا وعلى حقوق الانسان كيفاش حنا دوله ديال الحق والقانون وحقوق الانسان كيوقع هذا الشيء في مدينه وجده. ايوا مدينه وجده بالذات حنا ما كنعموش ما كنقولوش كاع المغرب لان الحمد لله الناس حكاو لنا ان الحمد لله ولكن ربما حاله خاصه في مدينه وجده. شنو بغيت تسول انت على من بغيت تسول؟ وشنو بغيت تقول وشنو بغيت توصل للراي العام؟ بغيت نوصل يعني الا كاين شي ميزانيه في ديال سمع ديال هذا الشيء هذا فين كتمشي يعني واش نوصل يعني للمسؤولين نوصل للمسؤولين هذا الشيء هذا باش يعرفوا اش كيوقع يعني كتسول على الميزانيه واش هذا المسجون ملي كيتسجن 48 ساعه واش كاين شي ميزانيه واش كياكل واش عندكم شي ميزانيه باش تاكلوه وتشربوه ولا ما عندكمش الا عندكم ميزانيه قلت لي فين هي ولا ما عندكمش اذا هنا قلت لي غادي نناشد رئيس يعني الحكومه باش ينتبه لهذا الشيء يعني الانسان دار شي حاجه خارجه من القانون كيتعاقب يتعاقب ايه كاين خص بالقانون بالقوانين اي يتعاقب ولكن ما تحرمش من الماكله والشراب والنعاس وداك الشيء كيتعاقب على الجريمه اللي دار انتم درتوا خطا ودرتوا يعني جيتوا ماشي خطا الحمد لله كنقول ماشي خطا انا يعني مشيت نخدم على راسي خاصه يعني مشيت تخدم على راسك ولكن كيفما كان الحال مادام مشيت بطريقه غير قانونيه فهذا يسمى عمل غير قانوني ما كاين مشكل ولكن اللي هو خاطر في الامر اللي كتقولنا يعني كيفاش جيتي لمدينه وجده وجلستوا 48 ساعه زائد نص نهار ديال الطريق من الحدود لهنا بلا ماكله بلا شرب. ايوا هذيك الحاجه هي اللي يعني علاش كنهضروا دابا؟ وقلت لي اللي جابتك الغيره هي ان كاين بعض الاخوه الجزائريين كانوا محبوسين معكم. كاينين واه كاين شي تسعه تسعه حتى هما بقوا بالجوع بقوا بالجوع الجوع ما شافوا الماكله وكاع اذا ايها النظار الكرام بحال اللي كتشوفوا الان حنا ما ضد وجده ما ضد البوليس ما والو حنا كاملين بغينا نوصلوا هذه الرساله للراي العام للمسؤولين باش ينتبهوا لهذه القضيه هذا واحد الشاب من مدينة أنيف اللي سبق له خدم في إسبانيا وخدم مجموعة من الدول تفاجأ لوقيت اللي قبضوه في مدينة وجدة في الجزائر قال لك أنا تفاجأت أن كان الطبيب وكانت المعاملة مزيانة وهذه وهذه ملي دخلنا لمدينة وجدة قال لك ما كان لا طبيب وفي الدخلة شنو قلت لي داروا شنو درتوا في الدخلة أول حاجة في الدخلة داونا نخملوا شي بيروات
اكيد دخلوا مجرد ما جابوهم من الحدود بيجي يعني دخلوهم يحملوا شي بيرويات يحملوا وشنو فيهم داك البيرويات اللي تدخلهم داك الوثائق وقيل اللي ما بقاو صالحين كراتن تقال ايه من بعد السيلون جلسوا 48 ساعه في السيلون ما عطاهمش ولا خبزه وحده وتخيلوا انتم واحد الانسان يجلس 48 ساعه واش راه ماشي معقول ولهذا فهنا كنشوفوا السيد ولي الامن ديال مدينه وجده باش يشوف هذا القضيه ينتبه ويرد على هذا يرد على هذا الشيء هذا وكذلك كنطلبوا من السيد وكيل العام اللي هو معروف تبارك الله عليه بالنشاط ديالو معروف بالبحث بحروب التحريات ديالو معروف باش يفتح تحقيق التحقيقات ديالو يشوف هذا الكلام اللي كيتقال يعني راه ماشي معقول اذا كان هذا الشيء اللي كيتقال فهذا الشيء خطير فخصنا ما يبقاش هذا الشيء عندنا سواء في مجده ولا في اي دوله من اي مدينه من المدن المغربيه وشنو تقول لنا اخر كلام كنشكروا المغرب ديالنا ايوا عاش الملك ورا ما كاينش بحال المغرب ديالنا الله ينصر سيدنا وهادشي اللي ما كاينش بحال المغرب ديالنا وانت هاد الكلام كتقولوا واش كتقول الناس كان اللي يقول لك غادي ربما ينتقم من البوليس بيناتهم شي حسابات انت قلت لي اول مره كتجي ما عندك الحسابات لا والو هذه صراحه وواقع هذه صراحه وواقع وداكشي اللي وقع هادشي اللي وقع هو هذا إذا تبارك الله عليك وشكرا ذكرني بالاسم الكريم يوسف الكرت يوسف الكرت والقرات من مدينة النيف تبارك الله عليك سي يوسف إلى اللقاء.